سؤال مشابه من أخ صيدلي يقول: هل يسعني أن أغلق صيدليتي أو أن أترك العمل بها وأن أبقى في بيتي حتى تنجلي هذه الأزمة محافظة على صحتي وعلى صحة أولادي؟ هل أكون بهذا آثما؟ هل أكون تاركا لواجب من الواجبات الشرعية؟ الجواب عن هذا أن تركك للعمل في مجال بحثي أو في مجال طبي أو دوائي إنما يكون تركا لواجب، ويخشى أن يكون إثما إن تعينت للقيام بهذا العمل، وينبغي لك في حينها أن تتخذ من أسباب الوقاية ما استطعت وأن تفوض أمرك إلى الله عز وجل. أما إذا لم تتعين لهذا وكان هناك من يقوم به سواك فيبقى الأمر واسعا يا رعاك الله. أنت تقول: لم يوفر لنا في العمل أسباب الوقاية، الأدوات التي ينبغي أن يتسلح بها من يعمل في هذا المجال، فرطت جهة العمل في توفيرها لكم، وأنت إذا وفرتها من مالك كما تقول ربما تأتي على راتبك وتقوض بنيانه من القواعد. إذا لم تتعين لهذا العمل وكان يوجد غيرك كثيرون من يمكنهم القيام بهذا العمل، فأرجو أن يكون الأمر فيما تقول واسعا، ويبقى الحرج وتبقى التبعة على من فرط في توفير أسباب السلامة للعاملين في القطاع الطبي والعلاجي والدوائي، وهم جنود هذا الميدان وفرسانه. اللهم هيئ لقومنا من أمرهم رشدا، اللهم ألهمهم رشدهم وهيئ لهم من أمرهم رشدا، وخذ مناصية الجميع لما تحب ربي وترضى. اللهم آمين.